أهم الأنباء من تان، هذه تحية طيبة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الاتحاد. وخلال اتصال هاتفي أعرب السيسي عن تمنياته لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار. يواصل المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 فعالياته لليوم الثاني على التوالي. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المعرض الذي يستمر حتى 5 ديسمبر الجاري بحضور وزراء دفاع ورؤساء أركان ووفود دول عدة حول العالم، إضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة. وتفقد الرئيس السيسي عددا من الأجنحة المشاركة بالمعرض من بينها السعودي والإماراتي. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه في ظل توجه الدولة لتعميق دور القطاع الخاص يجري تطوير مشاركة القطاع الخاص بالتزامن مع التوسع في مشروعات البنية الأساسية. وخلال كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص بحضور عدد من الوزراء والسفير البريطاني لدى القاهرة والمبعوث التجاري البريطاني، أعلن معيط تشكيل لجنة دائمة من وزارات المالية والتخطيط لاختيار المشروعات المناسبة لتطبيق مشاركة القطاع الخاص. وأشار وزير المالية إلى أن مصر لديها خطط طموحة للتنمية تسعى لتصل إلى 70% منها في عام 2021. أكد أيضا قدرة القطاع الخاص على تحقيق الطموح للدولة. نظم حزب مستقبل وطن فعاليات عدة من بينها افتتاح مقر فرعي جديد للحزب بمنطقة رود الفرج بالقاهرة. كما أبرم الحزب بروتوكولا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والإعلان عن تنظيم فصول محو الأمية لتغطية بعض قرى محافظات القليوبية. كما نظم الحزب زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة دمياط، وقاموا بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على بعض ذوي القدرات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. كما نظم الحزب عددا من الفعاليات الأخرى بمختلف المحافظات. أعلن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام. وخلال تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف جرجاش أن السويد تقدم فرصة حاسمة لإيجاد حل سياسي باليمن، وأن الحل السياسي المستدام بقيادة اليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الراهنة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه سيعلن عن تعليق الزيادة الضريبية على الوقود في مؤشر على رضوخ الحكومة لمطالب أصحاب السترات الصفراء الذين اجتاحت احتجاجاتهم كل البلاد. في السياق، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوفتيش بعد اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه طلب تأجيل زيارته المقررة إلى صربيا لأسابيع عدة، وذلك نظرا لأحداث الشغب التي تشهدها بلاده. أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن عن احتمالية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعاصمة بلاده سول. ولم يحدد الرئيس موعدا للزيارة، لكنه شدد على أهميتها كخطوة للحفاظ على السلام بشبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. أخيرا ورياضيا، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن وفاة رئيسه السابق وأحد أساطير النادي جوسيب لويس نونيز عن عمر يناهز 87 عاما. تولى نونيز رئاسة برشلونة في واحدة من أنجح فترات النادي، وحصد لقب كأس أوروبا لأول مرة عام 92، كما أحرز لقب الدوري في 7 مناسبات. وأشرف على تحديث النادي وتوسيع ملعب نوكامب ليسع 99,000 مشجع حاليا، إضافة إلى إنشاء أكاديمية ناشئي برشلونة التي أخرجت لاعبين مبدعين مثل ليونيل ميسي وتشابي هرنانديز وأندريس إنيستا. الموجز انتهى، أشكركم على متابعتكم.